السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمثل الكوليسترول الضار LDL أحد عوامل الإصابة بأمراض القلب والشرايين، الأمر الذي يعرض مريض السكري لمخاطر عديدة، أشهرها نوبة القلب وسكتة الدماغ. من أجل هذا، فالحرص على انخفاض مستوياته في الدم يعد أمراً بالغ الأهمية. ولتحقيق المبتغى، فبالإضافة للتمارين الرياضية التي يجب تبنيها، فتناولك لأغذية صحية مثيلة البطيخ الأحمر يعد خياراً محبذاً بشدة. ففي مراجعة ل16 دراسة، فإن تناول الليكوبين الذي تزخر به الفاكهة بجرعات تناهز 25 ملغرام يومياً يقلل نسبة الكوليسترول الضار في الدم بقيمة تقدر ب10%. ولكن ليس هذا كل شيء، فاحتواء البطيخ كذلك على الفيتامين سي من شأنه دعم انخفاض معدلات البروتين الدهني منخفض الكثافة، إذ حسب مراجعة أخرى ل13 دراسة، فإن تناول 500 ملغرام من الفيتامين بشكل يومي يقلل مستويات الكوليسترول الضار بقيمة 7.9 ملغرام لكل ديسيلتر. ومن هنا، فإن كنت تعاني من السكري وترغب في الاستفادة من الفاكهة، فما عليك إلا بتناولها وفق الخطوات التي ذكرناها سابقاً في الفيديو الذي تجد رابطه في صندوق الوصف. وختاماً لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول تأثير البطيخ الأحمر على الكوليسترول الضار في الدم. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.